قدم مسؤولو ومديري دوائر قضاء سامراء التهانية بمناسبة حلول عيد الأضحى، متمنين من الله تعالى أن يشهد القضاء حملة أعمار حقيقية تنتشله من الوضع المزري للنهوض بالجانب الخدمي بالمستوى الذي يليق بالمكانة التاريخية لسامراء. نقدم رقة تهاني وأجمل التبريكات للأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعلى جميع المسلمين بالصحة والخير والعافية وموفور تقبل الطاعات. وهنالك أيضا تهنئة خاصة لكافة الكوادر التربوية في محافظة صلاح الدين وخصوصا مدينة سامراء، سألنا الله لهم الموفقية. وأيضا نود الإشارة إلى موضوع مهم، أن هذه الأيام هي أيام مباركة، فعلى المسلمين جميعا أن يستثمروا هذه الفرصة من خلال تقربنا الله وكذلك إعطاء كل ذي حق حقه. نحن في أيام مباركة، علينا جميعا أن نكون متقاربين، علينا أن ننسى الخلافات، والتسامح هي اللغة الرئيسية التي يجب أن تكون حاضرة في هذه الأيام. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك نبارك للأمة الإسلامية والعربية وهن في صلاح الدين وخاصة في قضاء سامراء، بمناسبة هذه المناسبة العطرة الطيبة نتمنى لهم التوفيق في عيدهم المبارك عيد الأضحى عيد المسلمين، ونتمنى من الله أن يعيده عليهم بالخير والبركة، وإن شاء الله سامراء من بعد العيد تكون بالأحسن ماضية إلى الأمام. نقدم أجمل التهاني والتبريكات إلى شعبنا العراقي وجميع طوائفه وقومياته، سألين المولى عز وجل أن يعم الأمن والأمان على العراق العظيم ومحافظتنا العزيزة ومدينتنا بشكل خاص، وإن شاء الله يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون هنالك حملة إعمار واسعة ما بعد فترة العيد، وإن شاء الله تكون يعني حملة تنقل الواقع المدينة بالشكل الأجمل. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم إلى الأمة الإسلامية جمعاء وإلى أبناء شعبنا العراقي الكريم وأبناء هذه المدينة الفاضلة بأسمى آيات التبريكات والتهاني، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الذكرى وعراقنا يزهر بالخير واليمن والبركات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذا البلد أمر الرشد ينقلهم إلى حافة الأمن والأمان والاستقرار، أنه سميع مجيب الدعاء.